أحببت البحرين منذ أن وطأت قدمي البحرين، حسيت إن في حاجة مختلفة. يعني عشت في دول عربية وعشت في دول أجنبية، بس منذ أن وطأت قدمي البحرين شعرت بالإنسان البحريني مميز، وراه تاريخ، وراه حضارة، وراه قيم إنسانية جميلة. وفعلا يعني توطدت العلاقة بيني وبين البحرين وبين أفراد أسرتي اللي رافقوني هنا. يعني لم يتغير رأيي، بل يزداد يوما بعد يوم. البحرين صغيرة في مساحتها عالميا، ولكن كبيرة جدا فيما تنقله إلى العالم. يعني وبالذات في مشروع جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة، وهو مشروع مركز الملك حمد للتعايش السلمي، أرسل رسالة للعالم يحتذى بها في العالم كله، أن البحرين بتنشر مبادئ التسامح والإخاء والمساواة والمحبة وكره العنف، تقبل الآخر. يعني خصال حميدة لا تنم إلا عن حضارة. فالحقيقة إن أنا فخورة إن أنا بعمل وبعيش في مملكة البحرين مع أفراد أسرتي، وأشعر أنها متميزة جدا عالميا. وهذا معروف عن البحرين، يعني في البلدان الأجنبية كانوا يشيدوا دائما بالإنسان البحريني وثقافته وتفتحه. يعني يتميز بالتفتح، وزي ما ذكروا الإخوة الأجلاء، الإنسان البحريني متمسك بعاداته وتقاليده العربية والإسلامية، ولكنه يعني متحضر ومتفتح في تفكيره وانفتاحه على العالم. فدي حاجة جميلة، يعني إنه إيه، إن أنا أعيش في بلد ويعتبر مثل للعالم كله في التسامح والمحبة والإخاء واحترام الآخر، وعدم وجود أي عنف أو مشاعر سلبية، كلها مشاعر إيجابية نحو الآخر. من اختلاطي كطبيبة نفسية بالجاليات والطوائف المختلفة اللي موجودة في البحرين، بألمس هذا، بألمس التعاطف اللي موجود بين الناس، المشاعر العامة موجودة وهي مشاعر إنسانية. يعني إن الإنسان يتقبل الآخرين كما هما بدون ما يطمس شخصياتهم، دي حاجة يعني رقي وتقدم ومحبة وخصال إنسانية راقية جدا، وهو ما ينقله جوهر الأديان بالكامل، هو كيفية تعامل الإنسان مع أخيه الإنسان. وده بشوف تطبيق عملي له في مملكة البحرين، طبعا بدءا من القيادة الرشيدة وجلالة الملك والمشاريع التسامح اللي بتنتشر للعالم كله، ويمتد ذلك طبعا كقدوة إلى باقي أفراد البحرين.